3, 2, 1. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج SME ديجيتال. اليوم باش نشوفوا كونسيبت مهم على الاخر في الماركتينغ ديجيتال والبزنس اونلاين نجم يعاونك تطور اكثر في كانو دو كوميونيكاسيون. قبل ما نبداو ما تنساش تعمل ابوني ولايك للفيديو باش نجمو نعاونوك ونفيدو اكثر في بروشينمون. معكم علوي العواني ليكسبير تونيزيان سبيسياليزي اون ماركتينغ ديجيتال والبزنس اونلاين. واليوم باش نشوفوا واش معناها اودي شنو هو فايدته. اليوم اذا كانك تحب تطور في الايكانو اذا كان عندك سيت ويب ريزو سوسيو اكسيتيرا تحب تطور فيهم اذا هما ديجا موجودين اول ايتاب لازم تعمل اوديت. اش معناها اوديت؟ هي ايتا دي ليو كونستا تاناليزي لي بوان فيبل اللي موجودين عندك في لي ريزو سوسيو نتاعك في لونتربريز نتاعك في البيزنس اون لين في البروسيس في التونيل دو فون تاناليزي كلا واش لي فيبليس شنو هما الحاجات لي بوان فيبل ومن بعد تخرج لكل سو فورما دو رابور باش تنجم تعمل دي زاميليوراسيون بوسيبل. إذا كانك اليوم بطبيعة يعمل لوديت سواء إكسبير انترن ولاش يكون عندك إكسبير انترن وماركتينغ ديجيتال وإلا تنادي ديز إكسبير إكسترن كيما علوان باغ إكزومبل باش يعمل لك هو لوديت للي بوان فيبل في لي كانو دو كوميونيكاسيون نتاعك ولا في لونتربريز والبروسيس نتاعك. دونك هذه قيمة لوديت اللي هي مهمة برشا إذا أنت تحب تطور أكثر في الكوميونيكاسيون ولا في لي كانو نتاعك ولا في الفونت أون لين نتاعك ديما يلزم تعمل ديزوديت. ننصح ديما انه الاوديت يلزم كل 3 موا ابري تعمل اوديت يلزم زاد تعمل اوديت انويال مره في العام على الاقل. صحيح نجم ساكوت لارجون اذا كان اكسترن اما يعاونك باش نجم تطور اكثر الحاجات والريزلتات اللي قاعد تصدرها. كان عجبك الفيديو تحب تفيد بها اكبر ناس ما تنساش تعمل ابوني. اذا كان عندك اي سؤال تنجم تخليهولنا في الكومنتات اللوطه تتلقى اللوطه اللي ليان ديال بوكو دو كادو زاد واللي ليان ديال السوسيو لازمين باش يفيدوك اكثر. ما تنساش تبارطاجي الفيديو للماكسيموم مع اصحابك. نتلاقاو في حلقه جديده من SME ديجيتال. باي باي.